معي للحديث عن السينما الإنسانية التي تهتم بحكايات البشر سواء في وقت الحرب أو السلام، المخرج الكبير يسري نصر الله. يسري نصر الله، المخرج الكبير يسري نصر الله، من دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية إلى الحلم بسينما مصرية تخاطب العالم بلغة إنسانية. رحلة طويلة بدأها يسري نصر الله خلال الحرب الأهلية اللبنانية كاتباً وناقداً سينمائياً. بعدها عمل كمساعد مخرج في بيروت مع الألماني العالمي فولكر شلوندورف ومع المخرج السوري عمر أمير لاي. بعد العودة إلى مصر عمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلمي وداعاً بونابرت وحدوتة مصرية، كما اشترك مع شاهين في كتابة سيناريو اسكندرية كمان وكمان واليوم السادس. مال هو مال بهية وبهية مالها بيه؟ ليه عليها دمع سايل جوه قلبه من سنين؟ مال هو مال بهية وبهية مالها بيه؟ ليه عليها دمع سايل جوه قلبه؟ كمان مرة ارجع. ايه اعمل شوية اعمل الدخان. انت عادل قول ماله هو مال بهية وبهية مالها بيه؟ كد كمان مرة. ايه ده؟ جاءت التجربة الإخراجية الأولى ليسري نصر الله عام 1990 عندما أخرج سرقات صيفية، وأتبعه بفيلمه الثاني مرسيدس عام 1993 من بطولة يسرى وتحية كاريوكا وزكي فطين عبد الوهاب. وتوالت أعمال نصر الله الذي عرف بين مخرجي جيله بحرصه الكبير على اختيار أعماله وأبطاله، ففي عام 1995 أخرج فيلم صبيان وبنات، وبعده فيلم المدينة عام 1999، وبعد توقف دام 5 سنوات جاء فيلمه باب الشمس عام 2004 عن القضية الفلسطينية، وكانت له أصداء عالمية ونال عنه العديد من الجوائز، وبعده في العام التالي فيلمه الأشهر احكي يا شهرزاد الذي كانت له ردود فعل كبيرة بين الجمهور والنقاد. انت تطلب على مزاجك وانا هطلب على مزاجي. المفروض ان احنا الاثنين نطلب زي بعض، لان يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل اكله مختلفه عن التاني. البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عاده بيبقى بره النظام. شارك المخرج الكبير بفيلمه المهم بعد الموقعه في الدوره 65 من مهرجان كان السينمائي، وبعده جاءت مغامرته السينمائيه من بطوله ليلى علوي ومنى شلبي فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن. ده أهلية لمأكولات المناسبات. بيعولي اللوكان ده جلال، بيعولي عشان نكسب دهب. وفي عام 2022 خاض يسري نصر الله لأول مرة عالم الدراما بمسلسله المثير منورة بأهلها، الذي قام ببطولته باسم سمرة وغادة عادل وناهد السباعي وأحمد السعدني. وقد شاركت معظم أفلام المخرج الكبير يسري نصر الله في مهرجانات عالمية، وفي العام الماضي اختاره مهرجان كان ليرأس لجنة تحكيم الأفلام العالمية القصيرة.